بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما ذكر الأعيان الطاهرة شرع في ذكر النجسة فقال: والنجس بفتح الجيم عين النجاسة، ما استثني أي أخرج من الطاهر من أول الفصل إلى هنا، سواء كان الإخراج بأداة استثناء وذلك في سبعة بمراعاة المعطوف وهي إلا محرم الأكل، إلا المسكر، إلا محرم الأكل، إلا محرم الأكل، يعني إلا محرم الأكل، هذا استثناء من الذكاء ربما، مذكى كله طاهر إلا محرم الأكل فلا تفيده الذكاء، فيذكر الاستثناءات هو أراد أن يبين لك عندما تقدم الكلام على الطاهر أراد أن يتكلم عن ضده، وبضدها تتميز الأشياء، وحتى يقع تصور الطاهرات والنجاسات في الذهن واضحا. عندما تكلم عن الأشياء الطاهرة ذكر هناك استثناءات، ذكر سبعة منها، وهذه السبعة ذكر الأول إلا 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 محرم الأكل، وإلا المذكى طاهر إلا محرم الأكل، يعني إلا المسكر، إلا المسكر يعني استثنى المسكر من الجماد، يعني الجماد كله طاهر إلا المسكر، المسكر هو من الجماد، لأن كما تقدم الجماد أن الجماد يطلق على المائع وعلى ماء البحر وعلى العسل وعلى كل ما هو مائع أو جامد وهو من الجمادات فهو طاهر، واستثنى منه المسكر، لأن المسكر بالتعريف الجماد، بتعريف الجماد، لأن هناك فرق بين الجماد والجامد، الجامد خلافه المائع، لكن الجماد قد يكون مائعا وقد يكون جامدا، فاستثنى من الجماد المسكر، المسكر ليس بطاهر، لأن الخمر سماها القرآن نجسا، فهي موجودة عند جمهور أهل العلم مذاهب الأربعة هي نجسة. إلا المذرة والخارج بعد الموت، إلا المذرة، وأيضا استثنى المذرة من يعني متولد الحيوان، أيضا ما ذكر أيضا الحيوان طاهر، وكذلك ما تولد منه فهو طاهر، استثنى إلا المذر، المذر فهو اللي هو البيض المتغير عن حالته ومتعفن، فهو أيضا استثناء من الحيوان. وإلا الميت أو الميت، وإلا الميتة، يعني إيش الميتة إلا، وإلا المتغذي بنجس، وإلا الميتة والمتغذي، ربما يقصد ميت الآدمي، ولكن هذا ضعيف، تقدم أن الميت الآدمي فهو طاهر، وإيش تاني؟ إلا المتغذي بنجس، بنجس، نعم، الخارج بعد الموت يكون نجس، يعني ما يخرج من الحيوان الميت بعد موته يكون نجسا، إلا الميت، يعني يقصد ميت الآدمي لعله ولا، فهو الميت ما يخرج من ميت، ميتة، نعم، الآدمي طاهرة، إيه، ما يخرج منها يكون نجسا، أو ميت مباح الأكل، الميت المباح الأكل، ولا هو إلا الميت استثناء من ماذا، ميت ميت المباح الأكل، لا أقصد عله ميتة المباح الأكل، ميت المباح الأكل نجس، يعني ميتته، يعني ولو ترجع إلى الطاهرات ما استثناها، ولبن آدمي إلا الميت، لبن الآدمي، خلاص لبن الآدمي، يعني الآدمي وهو حي كل ما يخرج منه فهو طاهر، لبنه طاهر إلا الميت، ميت الآدمي ما يخرج منه بعد الموت يعني لا يكون طاهر، فلبنه نجس لأن ميتته نجس، لأن نجس، وهذا طبعا في الآدمي ضعيف، لأن ميت الآدمي ليست نجسة، لكن ميتة غير الآدمي، ميت الحيوان مثلا بقر وكذا، فما يخرج منها أيضا يكون نجسا بعد الموت.
إلا المتغذية بنجس. إلا المتغذية بنجس، يعني هذا استثناء من الروث والبول الحيوانات المأكولة اللحم فإنها طاهرة، إلا ما تغذى منها بنجاسة فهو يكون نجسا. إلا المتغير عن الطعام. وكذلك هذا استثناء من القلس والقي، القي طاهر، إلا المتغير عن حالة الطعام فيكون نجسا. أو كان الإخراج بغيرها كمفهوم الشرط في إن جزت. أو كان الإخراج هو الشرط إن جزت، يعني الصوف الحيوان وصوفه وأضره مما لا، كل ما تحله الحياة فهو طاهر، لكن بشرط إن جزت، مفهوم إن لم تجز بمعنى اقتلعت قلعا فلا تكون طاهرا. وإنما ذكرها وإن علمت لأنه بصدد تعداد الأعيان النجسة وحصرها. قال: والنجس ميت غير ما ذكر، وهو بري له نفس سائلة إذا كان غير قملة وآدمي. إذا كان غير قملة وآدمي، يعني ميت ما له نفس سائلة، نفس السائلة يعني الدم الذي يسيل منه عند ذبحه أو قتله أو ضربه وكذا، ما فيه دم ذاتي يعني من نفسه متكون فيه، هذا كله نجس. ويخرج إذا كان دمه يأخذه من غيره فلا يكون نجسا، مثل يعني ذباب وإلا بق وإلا أي شيء آخر، برغوث أو كذا، هذا دمه فيه دم، تجد أثر دمه تجدها أحيانا على الثياب وكذا، لكن ليس نجس لأن الدم ليس هو ذاتي فيه، وإنما هو يأخذه من حيوان آخر، من إنسان ومن غير ذلك، لكن قبل النجس يعني. قوله بري يخرج به ميتة البحر يعني. أو قوله بري يخرج به ميتة البحر، فميتة البحر هي طاهرة. بل ولو كان قملة خلافا لمن قال بطهارة ميتتها، لأن دم الذي فيها مكتسب لا ذاتي، والراجح أنه ذاتي ويعفى عن القبلتين والثلاث للمشقة. أو كان آدميا ضعيف، والأظهر عند ابن رشد وغيره كاللخمي والمازري وعياض وغيرهم، وهو المعتمد الذي تجب به الفتوى طهارته ولو كافرا على التحقيق. آدم كله لا ينجس، ولقد كرمنا بني آدم، النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس. والنجس ما أبين أي انفصل حقيقة أو حكما بأن تعلق. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فهي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، بمعنى الشرك والكفر يعني، لكن الصحيح أن لا دم كله طهر. وما أبين أي انفصل حقيقة أو حكما بأن تعلق بيسير لحم أو جلد بحيث لا يعود لهيئته، من حيوان نجس، نجس الميتة حي وميت. يعني كل ما ينفصل من الحيوان والإنسان، سواء كان انفصل عنه وهو حي انفصل عنه وهو ميت بدون ذكاء مما يذكى، كله نجس. يعني ما أخذ من الحيوان وهو حي فهو نجس. من حيوان النجس الميتة حي وميت، الواو بمعنى أو، فالمنفصل من الآدمي مطلقا طاهر على المعتمد. ثم بين إبهام ما، يعني المنفصل على الآدمي لأن الآدمي طاهر فالمنفصل عنه طاهر، وهذا يؤخذ منه أنه يجوز زرع الأعضاء واستعمالها، لأنها حتى لغير ضرورة هي غير نجسة، الضرورة تبيح المحظور. أحيانا الإنسان قد يستعمل أشياء نجسة لأنه مضطر إليها، مثل استعمال الدم وإضافة الدم أو إضافة أي شيء آخر للضرورة، لكن هناك فرق بين يقال يعفى عن الشيء للضرورة بين يقال هو في حد ذاته طاهر، معنى حتى من غير الضرورة، حتى معنى التحسين، ما إذا أردت أن تعمل شيء بتحسين وليس للضرورة ما دام هو طاهر فيجوز لك أن تفعل هذا إذا لم يكن فيه تغيير للخلق.
لما يكون في تغيير للخلقة مثل عملية التجميل، عملية التجميل إذا كانت هي علاجية هي لا تكون ضرورية لكن هي تكون فيها جزء تحسيني، فهذا سائغ وجائز. يعني الجلد يبقى مسود وإلا سب حروق وإلا فيخلو جلد من مكان آخر فيوضع مكان أنسجة جديدة، فأحيانا لا تكون ضرورة المسألة مجرد لتحسين الشكل في الرجل أو في اليد أو في كذا، هذا جائز ما دام أنه مستعمل أجزاء الإنسان اللي تأخذ منها واحدة فهي طاهرة، كذلك زرع السن وزرع شيء من هذا. ثم بين إبهام ما بقوله من قرن وعظم وظلف هو للبقرة والشاه. من قرن وعظم وظلف، الأشياء دي مختلف فيها أهل العلم هل هي من الأشياء التي تحلها الحياة أو لا تحلها الحياة، فما قال إنه لا تحلها الحياة أعطى حكم الشعر والصوف، والشعر والصوف يؤخذ من الحيوان ويستعمل حتى من الميتة لا حرج فيه، ومنهم من يقول هي تحلها الحياة وبناء عليه فيكون استعمالها حرام لأنها نجسة، قرن والظفر والظلف وكذا. ومنهم من جعلها وسطا بين هذا وذاك، هي تحلها الحياة ولكن ليست حياة كاملة، لأن من ضابط ما تحلها الحياة أنه يؤلم الحيوان عند نزعه، عندما يريد أن تنزع منه من جلده أو رجله أو إصبعه شيء فإنه يؤلمه ولا يطيقه إلا بالتخدير وبالبنج، لكن قد تستطيع أن تقطع قرنه وظلفه هذا سائغ وقد يؤلمه لكن ليس ذاك الإيلام الشديد. والسبب هذا هو سبب الخلاف، هذا سبب الخلاف هل هي طاهرة أو غير طاهرة، فمن جهة أنها لا تؤلم فتكون طاهرة مثل الشعر، ومن جهة أنها تؤلم تكون نجسة وفيها شيء من الإيلام. الملكية عندهم قاعدة الشيء إذا اتصل بغيرها ليعطى حكم مبديه وحكم محاليه، لأن أصل القرن وأصل الظفر أصله في اللحم، فإذا أعطيناه حكم مبديه فانتزاعه منه يجعله يدخل باب النجس، وإذا أعطيناه حكم محاذيه لو أخذت أنت قرن الحيوان أخذت جزء من الحيوان واحد خروف أخذت من الجزء لتقطع منه النجس لا يجوز أكله، فلو أعطينا القرن حكم المبادي أو حكم اللحم فيكون نجسا وذلك لا يجوز استعماله، ولو أعطيناه حكم محاذيه وهو قرن متصل بقرن يعني ليس لا تنظر إلى المبدأ الذي نشأ منه وإنما انظر إلى ما اتصل أجزاؤه المتصلة به فهي ليست لحما، ومن ذهب إلى ذلك أن تعطى حكم المحاذي فأرى أنها طاهر. وقد ورد الخلاف في ما يؤخذ من الفيل وما الفيل غير المذكى، لأن الفيل يجوز تذكيته لجلده ولأشياء اللي ينتفع به منها، لكن لو كان الفيل غير مذكى وأخذ من أسنانه وأخذ من أسنانه العاج أو أخذ من غضاريفه أو من خرطومه أو من الأشياء اللي ينتفع به فيها وعملت في صناعة وعملت في مكحلة أو في ما يدهن به أو ما يمتشط به، فبناء على أن هذه الأشياء ليس لها حكم المبادئ فهي طاهر، وبناء على حكم المبادئ تكون نجسة، وذلك اختلف في بتالي المسائل قاعدة اللي عليها أصل مذهب أنها نجس، لكن مالك قال يجوز استعمالها لعمل السلف كانوا يستعملون مثل هذه المسائل، ويعني كثير من الشيوخ إمام مالك وعلماء المدينة السبعة وغيرهم كانوا يسمون الزهري وغيرهم كانوا يستعملون هذه الأشياء اللي مأخوذة من عاج الفيل ومن غيره ولا يرون بها بأسا، وذلك صحيح أنه يجوز استعماله. ثم بين إبهام ما بقوله من قرن وعظم وظلف وهو للبقرة والشاه كالحافر للفرس والحمار، وأراد به ما يعم الحافر
وظفر لبعير ونعام وإوز ودجاج، وما يأتي من أن الدجاج ليس من ذي الظفر، فالمراد به الجلدة بين الأصابع. يعني هنا ذكر أن الظفر ذكر الجمل البعير والنعام، البعير والنعام وأيضا حمار الوحش والإوز والدجاج كله من الظفر، أنه إذا قطع من الظفر المخلع بالأمام منه هذا حكمه حكم قرن الشاه وغيره. وقال الدجاج هنا معدود من ذوات الظفر بخلاف ما يأتي، أقصد ما يأتي في الذكاء، ما بالذكاء لم يعد الدجاج من ذوات الظفر، لأن ذوات الظفر في الذكاء معناها يمن عليها اختلاف أمر، لو ذكيت لو ذكها يهودي فإنها لا تؤكل. القاعدة أن ذبيحة اليهود حلال وجائزة إلا إذا ذبحوا وذكوا ما حرمه الله عليهم في شريعتنا، والقرآن يقول على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهرهم، فالقرآن نص على أنه حرم عليهم كل ذي ظفر. الدجاج عدوه هنا في باب الطارة من ذوات الظفر، لكن لم يعدوه في باب الذكاء من ذوات الظفر، معناه لو ذبح اليهودي الدجاج فإن يجوز أكله لأنه ليس من ذوات الظفر. المحرم علينا من ذبيحة اليهود هو ما كان من ذوات الظفر، الأنعام هذا الإبل والنعام وحمار الوحش لو ذبحوا يهودي لا يجوز أكله، لأن الله عز وجل حرمه عليهم في شريعته، ما دام محرم معناه لا تنبع فيه الذكاء. فلو مسلم أراد أن يذكي خنزيرا كذا هذا تفيد فيه الذكاء؟ لا تفيد، لأنه حرمه علينا فلا تفيد ذكاءته فيه. كذلك لما حرم عليهم ذوات الظفر لا تفيد ذكاءته من ذوات الظفر، وإن ذكوا الذكاء الشرعية الصحيحة. وهل الدجاج من ذوات الظفر كما هو في الطهارة؟ بمعنى لو ذبحوا اليهودي لا يجوز لنا أكله؟ قال لا، لا يعد هناك في باب الذكاء من ذوات الظفر، لأن المقصود بذوات الظفر هناك هي اللحمة التي بين الأصابع وليس هو المخلب الذي في رأس الرجل، وإنما هي اللحمة التي بين الأصابع، وذلك الظفر هذا هو المراد به، وذلك هي الدجاج ليس فيها شيء من هذا فلا تعد من ذوات الظفر. يعني لو ذبح يهودي يجوز أكلها؟ يجوز أكله، لو ذبح اليهودي الدجاج يجوز أكله لأنه ليس من ذوات الظفر في باب الذكاء، هذا مقصود من الكلام. وعاج أي سن الفيل وقصب ريش بتمامها، وهي التي يكتنفها الزغب. وهي التي يكتنفها الزغب، أي يكتنفها الزغب، الأصل القصبة والعصا اللي ينبت فيها الريش من هنا ومن هناك من الجهتين. وجلد إذا لم يدبغ بل ولو دبغ. والجلد إذا لم يدبغ فهو نجس، يعني جلد الميتة فهو نجس إذا لم يدبغ بل وإن دبغ، وهذا كما هو معلوم فيه خلاف واسع كبير من أهل العلم. المشهور في المذهب أن جلد الميتة بجميع أنواعه كله لا تفيده الذكاء، لا تفيده الدباغ، لا يفيده الدباغ. الدباغ هو المقصود به هو معالجة الجلد بحيث تزال منه الرطوبة والزهومة والدهنيات والشحوم التي فيه، وبحيث لا يتهرى يصبح هو الاستعمال صالح للاستعمال والصناعة وكذا، بمعالجات يعني متعددة. كان الناس يعالجونه بالنوع من أنواع النبات يسمى الخرب، والآن المواد الكيميائية كثيرة في الهلم، والدباغ هذا قالوا من إزالة النجاسة، لا يشترط فيه النية ولا يشترط فيه أن يكون فاعله مكلفا ولا إنسان، حتى لو وضع في مكينة أو حصل له دباغ بأي صورة من الصور حيث يشعر وجدته مدبوغا فإنه يكون طاهرا، فالدباغ يفيد ولا يشترط فيه يعني تكليف ولا نية ولا غير ذلك.
وهل الدباغ يطهر جميع الجلود أو لا يطهر؟ هذا هو الخلاف المشهور في المذهب المالكي، أن الدباغ يفيد في تطهير جلد الميتة، ولكن طهارة يعني ظاهرية فقط وليس طهارة باطنية حقيقية. الطهارة الظاهرية بمعنى أنه يجوز استعماله في الجلوس عليه، ويجوز استعماله في المواد الناشفة مثل الحبوب والعدس والفول وإلى آخره، ويجوز استعماله في الماء لأن الماء يعني يدفع عن نفسه، وإذا تسرب إليه شيء فإنه عنده ضابط نستطيع أن نحكم عليه من خلاله، فإن تغير طرح وإن لم يتغير فهو طاهر. لكن لا يجوز أن تعمل فيه المائعات الأخرى من الأطعمة، الزيت أو السمن أو أي شيء من هذا القبيل، لا يجوز أن يعمل فيه لأنه لا يزال نجسا. هذا هو المشهور في مذهب المدونة. لكن هناك أقوال أخرى في المذهب المالكي ورواية العراقيين ورواية ابن وهب عن مالك، كذلك كثير من المدنيين كلهم يقولون أن الدباغ يطهر الجلد طهارة حقيقية. بعضهم يقول غير جلد الخنزير، الخنزير لا يطهر، كل جلد أخرى تطهر. وبعضهم يقول حتى جلد الخنزير الدباغ يصير طاهر. لكن مشهور أن كل جلد غير جلد الخنزير هي تطهر، يعني الروايات المنقولة عن مالك من قبل العراقيين كثير من المدنيين أنه يكون طاهرا طهارة حقيقية، وهو مذهب غير ما العلم الشافعية والحنفية أيضا يقول الدباغ يطهر طهارة حقيقية. الشافعية يستثنون الكلب والخنزير، وما عدا من الجلود الأخرى كلها يطهر الدباغ. وهذا الظاهر والله أعلم هو المذهب الصحيح، لأنه يدل عليه حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهذا حديث متفق عليه صحيح. وما ورد مما يخالفه كله يحتمل التأويل وليس هو في مستوى من حيث الصحة والرواية والثبوت، مثل حديث عبد الله بن عكيم: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا هو أيضا بالإضافة إلى أنه في إسناده كلام، وأنه صحيفة جاءت إلى عبد الله بن عكيم من ناس من أهل جهتهم، وليس في إسناده بمعروف ثابت الاتصال. لكن مع ذلك حتى لو وكان رواته يعني موضع القبول والصحة، فهو محتمل لا تنتفع من ميتة بإهاب ولا عصب. بإهاب قبل الدبغ، يعني الغالب في الإهاب هو يطلق على الجلد قبل الدبغ، فيحمل على أنه قبل الدبغ. وبذلك يمكن الجمع بينه وبين حديث ابن عباس، فالجمع بين الحديث أولى من حمل كل منها على ما يخالف الآخر. وذلك الظاهر صلى الله أعلم أن الصحيح أن الدبغ، وهذا فيه بإضافة إلى قوة دليله في أيضا تسهيل ورفع حرج على الناس محمد بن البلوى الآن، لأن معظم ما يصنع الآن من الجلود في الأحذية وفي اللباس منتشر كثير جدا الآن من الجلود اللي هي جلود طبيعية ليست صناعية. من هو يأتي من بلاد ليس عندها ذكاء ولا ذبيحة ولا، فلما نأخذ بهذا أن الدباغ يطهر الناس يرفع عن الحرج في هذا الأمر. أما لو قلنا أن الدباغ هو يفيد الطهارة ظاهرية فقط، معنى الإنسان لا يصلي في فروة إلا في أي لباس أو في كذا، فيكون صلاته بنجاسة غير جائز. فهذا هو الراجح إن شاء الله في مسألة الدباغ أنه يطهر كل الجلود. كذلك الأصناف التي ذكرتها ذكرها المصنف قبل هذا القرن الماضي من آخره راجح عنه. اي نعم، هذا راجع انه مالك هذا الذي يرجحه، لان السلف كانوا يستعملون هذا، وينقل عن الزهري وعن كثير من شيوخ العلماء انهم كانوا يستعملون في الدهان بسن الفيل وبالعاج ويمتشطون به ولا يرون في ذلك حرجا. لان مالك كان كثير ما يرجح العمل لوجد روايه تسانده، فيرجح الروايه التي فيها بها العمل على الرواية التي يخالفها العمل، مثل ما يأتي أيضا في الكيمخة أيضا، يعني يرى الناس وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلون في سيوفهم وجفارة السيوف والغمد بتاعها، كلها يتخذ من هذه الجلود، جلود
الحمير والخيل وكذا ما يمكن أن يستعملوا هذه الجلود وينجس أو يصلون فيها، فالعمل عندهم من أقوى الحج والأقوى الذي، وذلك على رغم أن قاعدة المشهور في المذهب كما قلنا أن الجلود التي ليست مذكاة لا تفيدها الدباغة، لكنه توقف في الكلمات والصواب والراجح عنده أن يجوز الصلاة فيها وأنها تطهر بالدباغ. وجلد إذا لم يدبغ بل ولو دبغ فلا يؤثر دبغه طهارة في ظاهره ولا باطنه، وخبر أيما إهاب دبغ فقد طهر ونحوه محمول عندنا في مشهور المذهب على الطهارة اللغوية وهي النظافة، ولذا جاز الانتفاع به فيما أشار له المصنف بقوله ورخص فيه أي في جلد الميتة مطلقا، سواء كان من جلد مباح الأكل أو محرمه إلا من خنزير فلا يرخص فيه مطلقا ذكي أم لا، لأن الذكاة لا تعمل فيه إجماعا، فكذا الدباغ على المشهور. ومن يمنع الحجة المشهور في المالكية والعمومات حرمت عليكم الميتة وحرمت حكم التحريم هنا مسلط موجه إلى الميتة، والميتة ذاته والأحكام الشيء لا تعلق بالذوات، فلا بد من تقدير ويقدرون الانتفاع. حرم عليكم الميتة يعني حرم عليكم الانتفاع بالميتة، فالانتفاع بالميتة إذن كله محرم بمقتضى ظاهر هذه الآية، سواء كانت دبغت أو لم تدبغ أو لا تنتفع الميتة بشيء ولا بإهاب والعصب، كل هذه هي أدلة القول المشهور في أن الذكاء لا تفيد الطهارة الحقيقية، لكن هذه كلها الأدلة محتملة للتأويل، يعني ما دام المحذوف لابد أن نقدر المحذوف هنا حرم عليكم ميتة، يمكن أن يقدر أكل الميتة، حرم عليكم أكل الميتة، فيتوجه التحريم إلى الأكل ودون سائر وجوه الانتفاع الأخرى، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة هل انتفعتم بإهابها هل انتفعتم بجلدها، ففيما يدل على أن يجوز الانتفاع في الميتة بغير الأكل. أخيرا تكون مش ناسق لحديث هل انتفعتم بهذه لا تنتفع، هو الحديث هو مسألة النسخ فيها شوية ضيق، يعني من يدعي النسخ سهل ادعاء النسخ لكن صعب إثباته، يعني في من يقول هذا القول، من يريد أن يرجح عدم الانتفاع ويقول هل لا تنتفع من ميت هذا ينسخ، لكن كيف نثبت أن هذا بعد خروج الأمر بالانتفاع بشاة ميمونة من قبل موته بشهر؟ نعم هو الحديث أتى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم موته بشهر أن لا تنتفع من الميتة إلى بإهاب ولا عصب. أي هو لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب قبل دبغه، وما في احتمال أن يكون هكذا ممكن يرد عليه التأويل، يعني قبل دبغه لا تنتفع بها، لكن إذا دبغت فحيث يستقيم على حيث الأخرى اللي فيها الإطلاق أن أي ما إهاب دبغ فقد طهر. هذه كلها نعم. وكذا جلد الآدمي لشرفه كما يعلم من وجوب دفنه إلا من خنزير بعد دبغه بما يزيل الريح والرطوبة ويحفظه من الاستحالة، ولا يفتقر الدبغ إلى فعل فاعل، فإن وقع الجلد في مدبغة طهرة أي لغة، ولا كون الدابغ مستما في القتل الريحة وكذا وحصل له الدبغ آلة أو جهاز فعرف يؤدي الغرض في يابس كالحبوب وفي ماء، لأن له قوة الدفع عن نفسه لطهوريته، فلا يضره إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة، لا في نحو عسل ولبن وسمن وماء زهر، ويجوز لبسها في غير الصلاة لا فيها لنجاستها.
لبس هذه الأشياء الجلود التي دبغت جلود الميتة يجوز لبسها في غير الصلاة، أما في الصلاة لأنه هذا هو المشهور مشاع عليه المذهب في المدونة وفي شروح خليل أن الطهارة طهارة صورية ظاهرية وليست طهارة حقيقية. وفيها كراهة العاج أي ناب الفيل الميت في الميت في وفيها في المدونة عندما تقدم دائما الضمير عندما يقول وفيها لا يحتاج إلى الضمائر لعد أنه لا يجوز أن تأتي بضمير إذا كان عنده مرجع، إذا كان مرجع معروف مثل قل هو الله أحد ما يشترط أن يكون متقدما لأن كل سامع يعلم. وفيها كراهة العاج أي ناب الفيل الميت قال فيها لأنه ميت، وهذا دليل على أن المراد بالكراهة التحريم فيكون استشهادا لما قدمه من نجاسته. وقيل الكراهة كراهة تنزيه وهو المعتمد فيكون استشكالا، وأما المذكى ولو بعقر فلا وجه لكراهته. مذكى فلا وجه لكراهته، إذا دكي الفيل مثل السباع كلها إذا دكت لجلدها فتصير طاهرة، ولو بعقر ولو كان يعني هو ناد وشارد ووقع في مضيق فيما هو وعقر، يعني العقر يعني نوع من معذكة، لو بعير سقط في بئر وتحذر الوصول إلى منحره وعقر في مكان آخر فيصير مذكى. جزاك الله خير شيخنا. توقف هنا، عندي سؤال فقط، يعني يقول ما حكم تحية المسجد في أوقات النهي لا سيما عند غروب الشمس وشروقها، وهل حديث عقبة بن عامر فيصل في النهي أي 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 في التحريم عند الشروق والغروب؟ المسألة مسألة خلافية في الموضوع هذا، لأنه ورد النهي عن الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها، وورد الأمر من دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فتعارض الأمر والنهي. العلماء من قدم النهي وهم علماء المالكية من نحوه قالوا لأن النهي معناه درء مفسدة والأمر جلب المصلحة، والقاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فالأخذ بالنهي أولى من الأخذ بالأمر، وجعلوا يعني دخول المسجد الأمر بدخول المسجد والصلاة فيه هذا يخصصه النهي، جعلوا النهي مخصصا له. علماء الشافعية عكسوا المسألة وقالوا النهي هذا يعني الأمر، قالوا الأمر يعني هو مطلوب في كل وقت سواء كان الوقت وقتا، لأن هذه نوافل لها سبب، فالنوافل التي لها سبب لا يخصصها النهي، فالنهي هو المخصص بهذه الأوامر التي جاء الطلب فيها مبنية على سبب، فكل نافلة لها سبب لا يدخلها النهي، مخصوصة من النهي الوارد في الصلاة عند الشروق وعند الغروب. المسألة لا زال مسألة خلاف وهي مسائل اجتهاد، فلا ينبغي التشدد فيها ولا الإنكار على من خالف ما تراه منه. جزاكم الله خيرا. خلاف حتى في الوقت التحريم يعني. نعم، عند ما دام انه سبب الصلاه لها سبب عندهم لا تكون منهيا عنها، وحتى العلماء المالكيه اذا كانت الصلاه فريضه فتجوز الصلاه في اي وقت من الليل ونهار 24 ساعه، الوقت كله اذا كانت فريضه لا تتقيد بوقت، لا وقت شروق ولا وقت غروب. جزاكم الله خيرا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.